البوديوم هذا. افرض هسه دكتور حط بوديوم وشغله ونزل لك الشاشه, بعدين وقف وصار يحكي, وهذا الشاشه بس محطوطه على ويندوز. طب وين المالتي ميديا تبعتك؟ يعني هاي التكنولوجيا موجوده, شو استفدت منها؟ ما استخدمها ما فعلها. فاحنا هون نقول في عندنا ادوات كثير موجود الان تجاريا متوفره, والحاسوب المحمول الان الايباد والايبود والايفونز كلياتها صارت الان وسائط, يعني ممكن تحط عليها اي ماده تعليميه بدك اياها. كويس, الفيديو الرقمي, الكاسيتس, الفيديو التفاعلي, كل هالاشياء الان لو مسكناها كلياتها مع بعض حطيناها جوا خلاط, مش مزجناها, لا خلطناها, يعني انتم بنطلع بنموذج جديد. يعني لاي درجه انا راح استخدم اللوح التفاعل, لاي درجه راح استخدم الوجه لوجه, لاي درجه راح استخدم, كل مقرر له يمكن نمط يختلف عن الاخر. في الاخير بطلع بنموذج تعليمي جديد يمزج كل هذه الانماط, واللي قد توصلنا الى التعليم اللي احنا بدنا اياه, هو التعليم الفعال قدر الامكان. هاي برضو صوره ثانيه, يعني احنا ما بنستطيع نظلنا معتمدين على المحاضرات بشكل رئيسي. اليوم تفجر العلمي هائل, كل يوم بيطلع شيء جديد. اقول لك انا بحكي عن حالي, يعني كل مره بدي اتعلم شغله جديده, يعني مثلا عندي اهتمام الفتره هاي بالتحليل الاحصائي مثلا, حاطط في راسي اتعلم شغلات التحليل الاحصائي, بيجيني مواقف انا عمري ما درستها. في عندي حل من حلين, يا برجع كتاب او اقرا كتاب, يا بفوت على اليوتيوب. والله اليوم سلسلة فوت على اليوتيوب, لاني بسرعه بطلع اللي بدي اياه وبشوف فيديو بيشرح لي الفكره مع وجود خلفيه عندي عن الموضوع, فبيسر عليك الامور بشكل هائل. فيعني هو فعلا اختيار المستقبل, يعني اليوم التعليم اغلبه من هالباب هذا صار. طيب ما مبررات وجود هذا النوع من التعليم؟ ليش احنا بدنا هذا التعليم؟ حقول الناس باب يلا. اي نوع اللي هو التعليم عن بعد وتوفر هذا النوع من المزج, يعني اللي هو النوع من التعليم غير التقليدي المعتاد اللي احنا متعودين عليه. توفر نوع من السهوله طبعا. السهوله عدم توفر وقت كافي. الوقت كمان, شوف دير بالك دائما لما تحطوا نقاط حطوا نقاط مختلفه لا تشتر النقطه. متطلبات العصر, متطلبات اجتماعية داخل المجتمع. نعم, سرعة وسهولة التواصل بمجموعات أخرى. ممتاز, يعني كل اللي حكيته ما هسيات لما نحط النقاط راح تشوف انه ما جبنا شيء زيادة عن اللي حكيته. نعم. الا يمكن صياغات. فهمتوا كيف معقول ما تنقلش؟ نعم. هاي معنى ما تنقلش, انت بتحط فكرك بتحكي بلغتك. نعم. انت صح ممكن تقرأ من كذا ومن كذا ومن كذا, لكن بالأخير الصياغات إلك خاصة فيك. توفر فرصة تطوير الطاقات البشرية, يعني كلامهم شوي مرتب أكثر. زيادة من كيف يعني زيادة السنوات الإنتاج من عمر الفرد؟ ما فهمتاش. لا جد والله, إيش معناها؟ طور قدرة يشغل وقته. أحكي تشتغل أستاذ أنت تشتغل. طب ليش جاي تتعلم عنا؟ زي تطوير مهارات ذات تطور حالي, فهو صارت قدرته الانتاجيه, لانه احنا بصراحه شوف صار انتاج على خطين. ايوه بالضبط, بدل ما تظلك انت شغال بس على مخ واحد. يعني انا اخوي مثلا مهندس كمبيوتر, خلص هندسه كمبيوتر, الان فاتح شركه خاصه فيه, قاعد بيعمل على التعليم الالكتروني والتعليم الالكتروني, لقى حاجته الان مش هندسه الكمبيوتر, بده بزنس, بده يتعلم كيف يسوق شغله. طب كيف يتعلم بزنس هسه؟ بده يدرس اول تلقاء. بده يعني بصير طاقته تزيد من خلال وهو في عمله. ما في داعي تترك الشغل, توقف العمل وتوقف الحياه عشان تروح تدرس بعدين ترجع تكمل. ما ترجع الا الدنيا تطورت. الحصول على عمل جديد ممكن, شغل جديد, غير تخصصك, تغير مستقبلك كله. الارتقاء في العمل الحالي على درجته, الحصول على قبول في الدراسات العليا اذا واحد عنده طموح اكاديمي. نعم. الاستاذ هون بيقول لك انا عقد بدبي, لو بدي اطلع دبي باخذ براتب
مثلا 12000 14000، لكن لو اخذت محاسبه بطلع بكذا 30000. طيب تفرق. تحقيق الذات ممكن ناس بدرس بس لانه حتى اثبت جدارتي. في عندنا من طالباتنا ذكر راما حجاوي اسمها يم عشان بالاسم، طبعا في اشياء كثير اسماء كثير بس انا بس بتذكرها كويس. البنت هذه ام لثلاث اولاد وما شاء الله زوجها يعني ماديا كثير مقتدرين مش بحاجة يعني. تزوجت وهي بالتوجيه ظلت في بالها انه انا ليش ما ادرس، وهي صغيرة في العمر مش كبيرة في العمر. اجت درست عندنا، تخرجت بامتياز، راحت على جامعة الشرق الاوسط، خلصت ماستر، هسه بتكمل دكتوراه في الاردنية وقريب تخلص، ومن الطالبات المتفوقات جدا جدا. يعني هذا اسمه تحقيق الذات فعلا، بحق بتحقق ذاتها، تبدأ تشعر نفسها هي بجوز. بعدين صارت تفكر بشيء ثاني، انا بدي اعمل مشروع مدرسي، دخلت في مجال التربيه والتعليم، بقول لك انا بديش اشتغل مدرسه، انا بدي اشتغل في ايش، ومارست التدريس في مدرسه مثل المدرسه الامريكيه. يعني درست في المدرسه الامريكيه، كانت تدرس عربي للطلاب لانهم هم بيكونوا يعني نيتف لانجويج تاعتهم امريكان، بدهم يعرفوا عربي وهم عرب ما يعرفوش عربي، فصارت تدرسهم، حبوها بشكل كبير جدا لانها بتستخدم اساليب يعني متطوره وقريبه منهم. من هيك اكتساب المعرفه ممكن يعني فور نوليدج، بس انا بدي اتعلم، بدي اعرف الموضوع هذا شو هو. تلبيه احتياجاتها الخاصه، هاي تكرار، هاي اخر وحده مكرره، هذول نقاط الكتاب. هل لازم احفظهم زي ما هني هيك؟ لا طبعا لا. انا بدي اياك تعرف المعنى والمحتوى وعبر بلغتك. الان لما يجيك سؤال المالتيبل تشويس ممكن يكون تريكي السؤال، يعني بدك تنتبه انت تقرا النص وتقرا البدائل وتشوف مين اقرب بديل يعني ممكن يجاوبك على السؤال. طيب شيء ثاني، التطور التاريخي، انا هذا بكره الشيء يعني اقراه قراءه. طبعا هو كان يتكلم هنا، ما راح افاسب صراحه مش كثير يعني خلاص نفهمه. هو بدا بالانتساب وبعدين مراسله بعدين تعليم مفتوح. فأنا بدي أكو تقرأوا أنتوا لحالكم هذول إيش الفروق بينهم، إيش الفرق بين المراسلة والانتساب والتعليم المفتوح. لا ننكر فضل كل هذه الأنواع، لأنه زمان يعني مثلا كانوا يقول لك والله انتساب في بيروت العربية، انتساب في بيروت العربية، طيب نسبة كبيرة جدا من موظفيننا أصلا كانوا أصلا انتساب. بالمراسلة إيش يعني بالمراسلة؟ طبعا الآن التعليم العالي عندنا لا يعترف ولا بهذا النوع من الأنواع سواء التعليم المفتوح بسيستم الجامعة العربية المفتوحة. ومن فضل يعني من حسنات الجامعة العربية المفتوحة ان وضعوا سيستم كامل في لجنة الاعتماد في الأردن لأي جامعة ترغب بعمل تعليم مفتوح. يعني الآن التعليم المفتوح مش مقصور على الجامعة العربية المفتوحة، يعني ممكن جامعة الهاشمية أو جامعة الأردنية حابة تعمل تعليم مفتوح. شو الأنظمة وشو التعليمات اللي لازم تتبعها حتى تسوي تعليم مفتوح؟ موجود الأنظمة هذه، والفضل بعود للجامعة العربية المفتوحة في انها أرست هذه الأنظمة إلى سيستم معتمد كاملا. هذا مو سهل الكلام، يعني بحكي لكم هذا عبارة عن شيء صعب صراحة. طبعا من التعلم عن بعد بيقولوا عنه كانوا سموه أسماء ثانية مثل الدراسة المنزلية، الدراسة المستقلة، الدراسات الخارجية، المراسلة، التعليم الموزع، يعني أي أسماء مترادفة لنفس المسمى. هل نظام التعليم في الجامعة العربية المفتوحة من نوع الانتساب أو المراسلة؟ هو لا انتساب ولا مراسلة، ركزيها، لا انتساب ولا مراسلة. طب احنا ما عرفناش لا الانتساب ولا المراسلة، واجب مين هذا بده يصير؟ واجبكم. وين كنت كيف بدي اعرف راجعتوا وعرفتوا الفرق؟ نعملوا على المنتدى، نحط منتدى كل اسبوع هيك في شغلة صغيرة بنطرحها، وبرضه بطرح لكم اياها سؤال في المنتدى انه ما الفرق بين المراسلة وهل نظام التعليم المفتوح عندنا هو نظام مراسلة او انتساب او ليس اي منهما. هو بيختلف تماما، لانه انت في المراسلة وفي الانتساب في الاثنين ما في حضور، يعني ممكن يكون ما في دكتور اصلا، ما في عندك دكتور، هون اي لك اسم وحضور وسجل غياب ومتى جيت وفي عندك كتاب بدك تدرس منه. هو أقرب للنظامي. سألت مرة واحد معتون الاعتماد قلت له بعرف لي شو التعليم النظامي عشان نتفاهم على التعليم المفتوح الثاني أو المقابل،
قال هاي ندخل في فلسفة وجدل فلسفي. قلت احنا في الدكتوراه وفي الماستر نحضر مرة في الأسبوع 3 ساعات، هذا نظامي ولا مش نظامي؟ طيب ليش انت لما تحضرني ساعة وانا بعطيك في الساعة قد 3 ساعات بتعتبرها مش نظامي؟ طب انا بعوضك، قاعد بعوضك عنها بموقع إدارة التعلم، وبعوضك عنها في التواصل مع الدكتور طول الأسبوع اللي هذا مش متوفر في الجامعات النظامية، وبعطيك كمان ساعة أونلاين. طيب ايش اللي بدك اياه انت؟ مش بدك اتواصل معك؟ انا بتواصل معك طبعا في المراسلة وفي الانتساب، هذا غير متوفر بتاتا. يعني انت بس بتروح تسجل بالجامعة بتدفع رسوم، تيجي ممكن اخر السنة بتقدم امتحان وذات ست منزلي. انت ما في عندك لا دكتور ولا جامعة ولا بتداوم ولا لك دخل، بس تيجي بتقدم امتحان وانتهى. كيف يختلف نظام عن تلك الأنظمة؟ طبعا هذا راح نخليه حكينا بال ما أوجه الشبه بين نظام التعليم المفتوح والأنظمة المقيمة.